لكم في البداية يوم سعيد. موضوع المحاضرة حتتضمن مثل ما دزيت برسالتي لكم، إذا نشرح إعادة لشرح المحاضرة السابقة بشكل موجز، بنفس الوقت حستقبل إذا عندكم أي أسئلة، بعدين ننطي أسئلة وبيها الحلول مالتها، وبعدين ننطي أسئلة وأنتم تبدون تحلوها وتجاوبوني على الشات، وآخر شيء حدزكم فورمة هي بيها مثل فد اختبار، بيها هم تسجلون الحضور، وبنفس الوقت هو اختبار لكم بسؤالين فرعين من ضمن الشرح اللي شرحناه. بالبداية حنحكي على موضوع المحاضرة السابقة شي موجز. المحاضرة اللي ذكرناها هي عبارة عن بنزين عليها جروب أو جروبين، فإن وجدت جروب وحدة فاحتمالات التفاعلات استبدال الالكتروفاير بالاتش بروتون مال ذرة مال جزيئة البنزين، اما تكون في موقع الاورثو او في موقع رقم 2 تسمى، او في موقع البارا او في موقع الميتا، نفس التفاعلات. اذا هنلاحظ ما هو تأثير هاي الجروب على توجيه للاورثو والبارا والميتا. يعتمد هذا التوجيه على نوع الجروب. حتى نفهم هذا الموضوع لازم ندرس شيئين، هي الاورينتيشن هو التوجيه، والريت اوف رياكشن قصدنا به الكاينتيك. الجروبات الموجودة على ذرة البنزين تنقسم قسمين، قسم من المجاميع توجه تجعل حلقة البنزين اكتف، والقسم الاخر تجعل حلقة البنزين دي اكتف. فالمجاميع اللي تجعل حلقة البنزين اكتف هي المجاميع اللي مثل ما موجودة بالسلايد اللي امامكم، هي المجاميع اللي تحتوي ذراتها المتصلة مباشرة مع حلقة البنزين بها زوج الكتروني غير مشارك، مثل مركبات الامينات، مثل مركب الاو اتش، الايثرات، الامايدات والاسترات، ويضاف لها الالكيل والفانيل جروب. هاي باتجاه الأورثو والبارا وتجعل حلقة البنزين حلقة أكتف. أما المجموعة الثانية توجه حلقة البنزين توجه الجروب توجه نحو الأورثو والبارا، ولكن تجعل حلقة البنزين دي أكتف، هي المجموعة الثانية، هي اللي تكون مركبات الهالوجينات. المجموعة الأولى تسمى دونيتنج جروب، المجموعة المانحة أو الواهبة. المجموعة الأولى اللي تجعل حلقة البنزين أكتف وتوجه أورثو بارا هي المجموعة مثل ما قلت الأمينات، الأو اتش، الإيثرات، الأمايدات والإسترات، إضافة إلى الألكيل والفانيل جروب. هاي توجه أورثو بارا سميناها جروب رقم واحد، هي يسموها دونيتنج جروب. المجموعة اللي دي أكتف جروب تسوي حلقة البنزين، ولكن أيضا توجه نحو الأورثو والبارا. أما المجموعة الأخيرة غير المجموعتين الأولى والثانية، غير الواهبة والهالوجينات، فالمجموعة اللي تجعل حلقة البنزين دي أكتف وتوجه إلى نحو الميتا، ثلاث مجاميع. والمجموعة الأخيرة اللي تجعل حلقة البنزين دي أكتف وتوجه نحو الميتا تسمى جروبات الساحبة أو with drawn group. إذا عندنا ثلاث مجاميع، المجموعة الأولى تسمى الدونيتنج جروب، ومجموعة الهالوجينات هي المجموعة الثانية، والمجموعة الثالثة هي وذ دراونج جروب أو الساحبة. فإذا المجموعة المعوضة على حلقة البنزين لها دور أساسي في نواتج التفاعل. أعطينا أمثلة مثل ما تلاحظون في هذا السلايد، أعطيت أمثلة في المحاضرة كيف أنه مثلا في هذا التفاعل تفاعل انيسول اللي هو مرتبطه ب او سي اتش 3، والتفاعل عندنا الاتش 3 مع حامض. قلت اهم شيء كيف نحلل التفاعل؟ كيف نحلل التفاعل؟ نحلله من خلال بدءا من باع السبستريت شكوا عليه مجموعه من المجاميع المعوضه عليه. فاذا كانت المجموعه لازم نعرف من اي مجموعه، هل هي مجموعه الدونيتنج او ما سميناها بالمجموعه الاولى، أو مجموعة الهالوجينات المجموعة الثانية، أو المجموعة الوذ دراون جروب هي المجموعة الثالثة. ف
فالمثال اللي امامنا نلاحظ ان الاو سي اتش 3 هي من مجموعات الدونيتنج جروب او الواهبه، هي المجموعه الاولى، فهي مجموعه تجعل حلقه البنزين اكتف وتوجه اورثو بارا. فاذا حللنا اذا هاي المجموعه اذا حيطلع لي الناتجين، ولاحظ الريجنت مالته شنو، عباره عن تريشن، اذا الالكتروفايل هو الان او 2 بلس، فنلاحظ صار التوجيه نحو الاورثو ونحو البارا للان او 2. وهكذا وانتقلنا بعد ذلك الى لو كان عندي مجموعتين على حلقه البنزين لازم ايضا نحلل هذا الموضوع. فإذا كانت المجاميع إذا من نفس الصنف، أي اثنينهن خلينا نقول من المجموعة الأولى، فلازم نعطي كل تأخذ بنظر الاعتبار كل مجموعة ودورها بالتوجيه، لأنه تعتبر المجموعة الأولى هي مجموعة الأكتف. لكن إذا كانت مختلفة النوع، إما تكون من المجموعة الأولى والثانية، أو تكون من المجموعة الأولى والثالثة، أو من المجموعة الثانية والثالثة، فأيهما الأكثر أكتيفيتي هي اللي تساعد على توجيه التفاعل أي الناتج. نشوف هذا المثال أمامنا أنه هناك مجموعتين، هي مجموعة الـ CH3 والـ NO2 بالسلايد 2-8 الرمز له. نلاحظ أنه الـ CH3 هي المجموعة الأولى، هي المجموعة الأكثر أكتيفيتي، والـ NO2 هي المجموعة الضعيفة، فإذا التوجيه حيكون للمجموعة الأكثر أكتيفيتي. نقصد بالتوي انه الميجر برودكت حيطلع لي الناتج مالته بسبب توجيه المجموعه الاكثر فعاليه اللي موجود في هذا المثال هو الـ CH3. فنلاحظ الريجنت مالتنا هو تفاعل برومينيشن، اذا الاكتفايل مالتنا البي ار بلس تتوجه لموقع اورثو بالنسبه للـ CH3. ونلاحظ في هذا المثال موقع البارا معوضة بـ NO2، فغير من الممكن أنه استبدال NO2 بالـ BR، فإذا طلع أنه مركب واحد. أيضاً أعطيت مثال آخر، عندي مجموعتين اثنيناتهم تكون من المجاميع الفعالة، عندي الـ OH والـ CH3. نلاحظ أنه اثنيناتهم من المجموعة، صح أنه الـ OH أكثر فعالية من الـ CH3، لكن خلينا نتعلم. إذا هذا التفاعل لازم في البداية نسوي واحد من عندهم التوجيه، ناخذ بنظر الاعتبار الاو اتش، يتعوض بموقع عندنا تفاعل نيتروجين، يتعوض الان او 2 في موقع الاورثو بالنسبه للاو اتش. وبنفس الوقت موقع البارا عندنا مجموعه معوضه، ما عندنا اتش حتى يتعوض الان او 2، فاذا طلع لنا مركب بالنسبه للاو اتش. ايضا انباع توجيه السي اتش 3، السي اتش 3 ايضا يوجه في موقع الاورثو، فمثل ما رسمنا بالمحاضرة السابقة يطلع لنا مركبين، واحد متوجه إلى موقع الأورثو بالنسبة للأنوتو للأو، والآخر مركب آخر متوجه إلى موقع الأورثو بالنسبة للسي اتش 3. هذا ما ضمنته المحاضرة، وعلى حتى نفهم الموضوع أكثر حنشرح بعض الأمثلة اللي شرحناها سابقا بالمحاضرة، حنعيد شرحها ورا ما اخلص كل شرح اي من المعادلات. حستقبل اسئلتكم، يفتح الطالب مالته المايك ويسالني اذا ما فهم حتى اعيد شرح الهاي. بهذا المثال امثله، حنطي مجموعه امثله. المثال الاول نلاحظ، اهم شيء نلاحظ السبستريت نحلله، ما هي المجاميع المعوضه على السبستريت؟ عندنا مجموعتين السي اتش 3 والاو اتش، اذا اثنينهم من نفس المجموعه، هي مجموعة رقم واحد اللي سميناها دونيتنج جروب أو الواهبة. إذا لازم ناخذ بنظر الاعتبار المجموعتين بالتوجيه. فنلاحظ أن الـ CH3 ناخذ بنظر الاعتبار الـ CH3 يعوض في موقع الأورثو ويتعوض في موقع البارا. الـ CH3 عنده موقعين أورثو، لكن لاحظ أحد مواقع الأورثو بالـ CH3 هو وجود الـ OH، فإذا عوضناه بالموقع الـ NO2 انباع هو تفاعل نيتريشن، اذا عوض NO2، انباع المركب الاول تعوض الـ NO2 في الموقع اورثو بالنسبه للـ CH3. ايضا نلاحظ ان الـ NO2 بالنسبه للـ CH3 تعوضت في موقع رقم 4، هي البارا بوزيشن بالنسبه لها، والمركب رقم 3.
ايضا نلاحظ في حاله مركب وجود مجموعه الاو اتش، ايضا لازم يكون التوجيه الى ايضا يكون. فنلاحظ انه ايضا الاو اتش يحتوي على موقعين اورثو، لكن احدى مواقع الاورثو بها مجموعه عوض سي اتش 3، فاذا نعوض في موقع واحد هو الان او 2 عوضناه في موقع الاورثو بالنسبه للاو اتش ومركب رقم 2 اللي امامكم بالسلايد. ايضا نعوض في موقع الباره لانه ممكن تعويضه في موقع الانوتو في موقع الفاره. فنلاحظ كون ان اربع مركبات في هذا المثال. اذا انتقلنا للمثال الثاني ايضا نلاحظ هناك مجموعتين، عندنا مجموعه الانوتو والسي ام. لكن اول شيء مثل ما قلت استفسرت نحلل هاي المجاميع من يا مجاميع الاولى والثانيه او الثالثه. فنلاحظ انه عندنا صح اثنين هندي اكتف، لكن السي ال يوجه اورثو بارا، فالاكتيفيتي تكون بالنسبه للان او 2 اكثر. فاذا اللي حيسوي التوجيه هو السي ار. نلاحظ انه السي ار كم يحتوي على كم مجموعه اورثو، ايضا مجموعتين، لكن احدى مجاميع الاورثو هي موجود عليها الان او 2، فلذلك كان هو تفاعل سلفونيشن، عوضنا الاس او 3 اتش في موقع الاورثو بالنسبه للسي ار. ايضا عوض في موقع البارا بالنسبه للسي ار، عوضنا الاس او 3 اتش او اتش. هذا حبيت ما اشرحه، واكو بعد امثله. اذا عندكم اي سؤال يقدر الطالب انه يفتح المايك مالته ويسالني قبل ما انتقل لبقيه الامثله. دكتور بس المثال الاول. المثال الاول هو عباره مثل ما قلت، اهم شيء الطالب يلاحظ السبستريت والريجنت. من بعد هذا التفاعل السبستريت مالتنا عليه مجموعتين معوضتين سي اتش 3 والاو اتش. تحليلنا انه اثنين من نفس الجروب، هي المجموعه الاولى الاثنين تسوي الرينج اكتف وبنفس الوقت توجه اورثو بارا. ف ونباع الريجنت مالته شنو هو نايتريشن، اذا التعويض حيكون ان او 2. نبدا بالسي اتش 3، نلاحظ السي اتش 3 عنده موقعين اورثو لكن وحده مواقع الاورثو بالنسبه للسي اتش 3 معوضه باو اتش، فلا يمكن استبدال الاو اتش بالان او 2 لان احنا نستبدل فقط الاتش. الاورثو بالنسبه للسي اتش 3 موجود اتش، اذا عوضنا بمكان ان او 2 كما تلاحظون بالمركب رقم 1. ايضا لازم نعوض بالبارا، عوضنا الان او 2 بالبارا بالنسبه للسي اتش 3. اذا انتقلنا الى الاو اتش، ايضا المفروض ان الاو اتش عنده موقعين اورثو لكن احدى مواقع الاورثو بالنسبه للاو اتش معوضه بالسي اتش 3. فلذلك عوضنا حسب ما تلاحظون بالمركب رقم 2 ان او 2 في موقع رقم اورثو بالنسبه للاو اتش. ايضا لازم نعوض في موقع بارا بالمركب رقم 4 بالنسبه للاو اتش، عوضنا ان او 2. نعم، اي سؤال عند احد الطلاب على هذا المثالين؟ دكتور؟ نعم دكتور. المثال الثاني لانه هو البارا مال سي ال هي نفس الميتا مال ان او 2، لانه احنا راح نشتغل صحيح. على ال بس احنا سي ال تمام. هو هذا المثال تحصيل حاصل طلع الان او 2 تحصيل حاصل انه الاس او 3 اتش في موقع ميتا، لكن احنا دائما مثل حتى يعني احنا ناخذ الميجر برودكت، احنا نمشي ناخذ الميجر برودكت. من هو اللي حيوجه سي ال ولا ان او 2؟ من هو الاقوى؟ المجموعة الثانية صح، المجموعة الثالثة اثنين تسوي الرينج دي اكتف، لكن المجاميع اللي تعوض اورثو بارا هي الاكثر اكتيفيتي. فاخذنا بنظر الاعتبار السي ال، السي ال هو اللي يوجه التفاعل يعني. لكن بالصدفة طلعت ان اثنيناتهم تعتبر ان او 2، طلعت ميتا بالنسبة لان او 2، فاذا الجواب مالتنا صحيح. نعم اسالوا طلاب رجاء عندنا يعني وقت. دكتور في حاله انه رينج ثانيه والفانكشنال جروب تكون بمواقع ثانيه ما تطلع مش... بدنا نحكي على ميجر برودكت طلاب، بدنا نحكي على ميجر برودكت رجاء. اذا ماكو اسئله انتقل بقيه الامثله اشرحها. دكتور بس هذا المثال الثاني.
لنفس الأن أو تكون موجودة بموقع، يعني تكون شكل ميتا اكمل لما بقيه أنت اكمل بقيه الامثله، لان منطق امثله هواي يعني، حتى اذا تريدون تسالوني اكمل. ممكن طلاب صح. استمر استمر طلاب. نعم دكتور. هسه انتقل الى مثال اخر. عندنا بهذا المثال عندنا مجموعتين، مثل ما قلنا لازم نحلل المجاميع، نشوف يا جروبات انبعث اثنيناتهم من نفس الجروب، هي من المجموعة الأولى بس موجودة في مواقع مختلفة. فإذا بما أنه عندي مجموعتين من المجموعة الأولى، فإذا المجموعتين هي اللي حيكون لها الأفضلية بالتوجيه. ورا ما حللنا مباوع الرياجنت، هذا التفاعل هو فريدي كرافت اسيليشن. إذا التعويض مالتنا هو سي اتش 3 سي دبل بوند او، هو يكون مالتنا التعويض سي اتش 3 سي دبل بوند او. اذا حللنا المتفاعلات يبقى النواتج. نلاحظ بالنواتج ناخذ مجموعه الاثل جروب سي اتش 2 سي اتش 3. السي اتش 2 سي اتش 3 عندها موقعين اورثو وموقع بارا، موقعين اورثو وموقع بارا. فاذا لازم نعوض بالاورثو وبالبارا. في المركب الاول السي اتش 3 سي دبل بوند او تعوضت في موقع بارا بالنسبه للاثل جروب، وبالمركب الثاني تعوض السي اتش 3 سي دبل بوند او في موقع اورثو، احدى مواقع اورثو الموجوده للاثل جروب. بالمركب رقم ثلاثه ايضا تعوض سي اتش 3 سي دبل بوند او في احدى مواقع الفارغه للاورثو بالنسبه للاثل جروب. هسه نجي على الامين اللي عندنا موجود في هذا المثال. الامين عندنا طلاب هذا خطا، شيل الاتش ما بي اتش، هذا انا كاتب خطا ان سي اتش 3 باي 2، اشطب الاتش من عندك بالملزمه، اشطب الجسم. في هذا المثال نلاحظ انه الان سي اتش 3 باي 2، الان سي اتش 3 باي 2 وين حتعوض؟ خلينا نعتبر هذا المثال صحيح، هذا الان اتش سي اتش 3 باي 2 لا تشطب الاتش بقي هذا الان. حعيد شرح هذا المثال. هذا المثال عباره عن مجموعتين سي اتش 2 سي اتش 8 مجاميع طلاب من المجموعه الاولى. الان اتش سي اتش 3 باي 2 هي من المجموعه الثالثه. اكرر هذا المثال عباره عن سي اتش 2 سي اتش 3 مجموعه الاولى، والان اتش سي اتش 3 باي 2 من المجموعة الثالثة، هاي من الأمينات الرباعية من المجموعة الثالثة. إذا من هو حيكون إلى التوجيه؟ حيكون فقط للسي اتش 2 سي اتش 3. فالنواتج اللي شرحتها هي نواتج صحيحة. لكن لو شطبنا الاتش، لو أخذنا نفس المثال وشلنا الاتش بالمثال هذا، شلنا الاتش حيكون عندي بس فقط ان سي اتش 3 باي 2. اثنينهم حيكون من نفس المجموعة الأولى. لكن حتطلع لنا فقط ثلاث نواتج، يقدر الطالب يجرب مباوع من محللنا سي اتش 2 سي اتش 3 تعوض لنا بالبارا مركب رقم واحد وبالاورثو مركب رقم اثنين ومركب رقم ثلاثه في موقع اورثو رقم اثنين. لو حللنا اخذنا الان سي اتش 3 باي 2 بدون الاتش ايضا يعتبر من المجموعه الاولى. ايضا هذا عند موقعين اورثو حيطلع لنا المركب رقم واحد هو بارا بالنسبه للسي اتش 2 سي اتش 3، ولكن اورثو بالنسبه للان سي اتش 3 باي 2. ايضا يعتبر مركب رقم اثنين هو بارا بالنسبه للان سي اتش 3 باي 2 وهو اورثو بالنسبه للاثر جروب، والمركب رقم ثلاثه هو اورثو بالنسبه للامين واورثو بالنسبه للها، فيطلع لنا ثلاث مركبات بالتفاعل. اما المثال الاخر عندنا ايضا مجموعة. نعم ليش طبعا يا مو دكتور؟ هو هذا مثال يرهم على اذا شطبناه او بقينا الاتش، يعني اذا شطبنا الاتش عندنا تو جروب تو جروب من المجموعه الاولى، اذا بقينا الاتش يعتبر الجروب سي اتش 2 سي اتش 3 الاثل جروب من المجموعه الاولى، والامين الرباعي يعتبر من المجموعه الثالثه. واضح طلاب؟ واضح.
دكتور بس قبل لك سؤال، يعني نعم قبل لا تنتقل للمثال نعم الثاني، نعم ال NH CH3 by 2 قبل لا نحولها، قبل لا نشطب ال H، ال NH CH3 3 by by 2 2 هذا رباعي، رباعي. ليش بس ثواني اسمح لي، ليش مكتوب انه NH بالجدول مكتوب انه هي مجموعة أولى يعني اللي هي strongly activated، لا لا مكتوب NH R اي هي يعتبرها هاي كم ار عندنا احنا؟ ار 2 عندنا بالتي سي اتش 3 2 ار وياها اتش، هذا كواترنري امين، كم اسره بي ان اتش واثنين سي اتش سي اتش 3 وحده مرتبطه بالبنزين. اذا هذا بروح اطلع لكم اياه السلايد مال مجاميع، يعتبر من المجموعه الرابعه بعد بتي ان اتش، بس ما خالي عليه اشاره موجب. هذا شوفوا هذا دا اشر عليه ان ايش في هذا، عرفت انه هو رباعي انه هو ان اتش 3. احسنتي، وهذا ايضا رباعي، كم اسره؟ كم اسره بي؟ الان كم اسره مرتبطه ب اتش؟ واحده اتش واثنين سي واثنين اتش سي سي اتش 3 وواحده ويا الرنك، رباعيه اسره رباعيه، فتكون هاي من المجموعه الثالثه. واضح؟ دكتور نعم. ممكن اذا الاتش وخرناها ما حصير ان اتش 3 باي 2 صح عدني. بس ان اتش بس نعم عفوا بس ان وسي سي اتش اتش 3 3 باي باي 2 2 يعتبر من المجموعه الاولى، كانه ان ار 2 عندي ان ار 2 اللي هو موجود عندي. الجدول الاول. نعم ايه نعم دكتور، اسالي بنتي بعدين اسال انت. دكتور بس المثال الأول ليش الأرض خليناها بالاتجاهين؟ احنا يعني مو نفس الشيء حصير مجرد انه بس الاتجاه يختلف؟ يا سؤال يا سؤال المثال الأول بأول مثال ايه، لا لا هو هذا السلايد نفس المثال. نفس المثال، ايه خليني شلون نعرف انه انا لازم اوجه هنا وهنا؟ لو نباوع الاورثوات الاثنين يعني مركب رقم اثنين ورقم ثلاثه ايه يتشابهون؟ يتشابهون، انت شو تقولين؟ لا ما يشابهون. فاذا لو نسمي التسميه هذا تسميه الثالث يختلف عن تسميه الاول، لان بس الان انت جروب موجود. لان لو ردنا الرقم هيجي، خلي الرقم رقمه بالله المركب رقم واحد، رقمه ويا عقرب الساعه، السي اتش 2 سي اتش 3 تاخذ رقم واحد اثنين، الان اتش تاخذ ثلاثه اربعه خمسه سته، الاثل جروب الاسل جروب اخذت رقم سته. لو رقمنا المركب رقم ثلاثه الاسل جروب جت تاخذ يا رقم اثنين. احسنتي، فاثنين تشبه السته، لا فاذا مركبين مختلفين. يعني أنا عادي أقدر مثلا بغير structural أقدر أسوي بالاتجاهين نعم أراهم. نقدر اذا اكو فراغات، اذا موجوده فراغ عندي اتشات. هو أتوقع بس إذا كانت عندنا مجموعتين فعالة أقدر أسوي بالاتجاهين. انا انصح الطالب يسوي يعني لا يخلي قواعد، القواعد شيء ثاني عليها، تحليل السبستريت يحلله ويحلل ايش حيعطيني الكتروفاير، ويسوي كل النواتج وبعدين يشطب المتشابهات. تمام ماشي يعني شكرا. هذا رأيي، ويبقى الطالب هو شلون يريد، كل طالب اللي عنده فد ميزه بالتفكير، ما اريد اتدخل، انا اعطيك المعلومه، انت تريد تسوي لك قواعد خلي لك قواعد. نعم نعم يعني طالب اذا نقول من يكون المركب غير متناظم لحد ما اكيد اذا متناظر، اذا مثلا موقع واحد واربعه جروبات اكيد البارا بوزيشن ملزومه. من الطلاب حتى نعم خل اكمل، اعطيكم اسئله. نعم اذا بقينا الاتش يعتبر هذا من الجروب رقم اربعه كواترنري امين، اي تقريبا يطلع نفس النواتج يعني بالصدفه هاي صارت. المثال الاخر الرابع عباره عن دي الديهايد وعندي سي اتش 3، الالديهايدات تعتبر من المجموعه الثالثه والسي اتش 3 من المجموعه الاولى، والرياجنت مالته عباره عن كلورينيشن. بما انه اذا السي اتش 3 حيكون له التوجيه، لو نلاحظ السي اتش 3 الاورثه مالته اثنيناتهن عليها اتشات، فاذا اعوض الاتش مال اورث مال سي اتش 3 مثل ما نلاحظ مركب رقم اثنين ومركب رقم ثلاثه، والبارا بوزيشن ايضا هو عوضناه بالسي ال لانه عندي اتش بي، فاذا صار التوجيه المن صار التوجيه للسي اتش 3 لان الالديهايدات تعتبر
من المركبات، من مجاميع، من مجموعة ثالثة. آخر سلايد عندي هذا المثال، عندي اثنين كلور، بما أن عندي اثنين كلور إذا متشابهات، اثنينهم من نفس المجموعة، هي مجموعة الأورثو والبارا، إذا التحليل مالتي حيكون للرياجنت ونايتريشن، يطلع لي مركب واحد هو الـ NO2 لأنه متشابهات أو ما سميته من المتناظرات. المثال الأخير تبع عليه جدا مهم، هو مثال فريدلكرافت، بس نلاحظ فريدلكرافت لازم يكون نلاحظ الرياجنت هو المهم، حيصير عندنا الرياجنت هو المهم وليس السبستريت. لو لاحظ السبستريت عبارة عن كيتون متصل، وعندنا سي اتش 3 تو جروب، واحدة كيتون سي دبل بوند او سي اتش 3 والاخرى مثل. الكيتونات تعتبر من المجموعة الثالثة، اذا سي اتش 3 حيصير توجيه. اذا الطالب لازم يصب كل تفكيره على الريجنت، هذا مركب عبارة عن مركب سكندري هاليد، سكندري هاليد الكايل، البي ار مرتبط بالسي اتش 2 فهذا سكندري، بما انه سكندري لازم نسوي مركب، نسوي ري ارينجمنت للاكثر استقرارا للتيرشري، مثل ما تلاحظون هات انتم سووها، انتم سووها بين، انتم سووها ككوز بالنسبه لكم. مباوع صار عندنا كوات تيرشري كربون كاتيون، وتعوضت موقع اورثو بالنسبه للسي اتش 3 بموقعين، عندنا سي اتش 3 عنده موقعين اورثو ما مشغوله، يتعوض هو مركب رقم واحد ومركب رقم اثنين، وايضا موقع بارا ايضا قدرنا نعوضه، اذا طلعت لنا ثلاث مركبات. هاي السلايدات هي امثله محلوله للتفاعلات. اذا ما عندكم اي سؤال حتى ابدي اعطيكم سلايدات بها اسئله دكتور، وتجاوبوها. نعم. هنا عندي الكيتون دبل بوند، هنا قلت مدام كيتون معناها ثلاثي، والسي اتش 3 هو العفو مو ثلاثي سوري، مجموعة ثالثة، مجموعة ثالثة والسي اتش 3 هي مجموعة المجموعة أولى، الأولى. نعم. فأنا راح أمشي على الأولى صحيح؟ احنا نمشي دائما على الأقوى، إذا كان عندي هي أرجع الأولى. أكرر، راح أكررها المرة الأخيرة، إذا عندي المجاميع كلها من المجموعة الأولى آخذ كل الاحتماليات، إذا عندي مجموعة أولى مع ثانية أو ثالثة آخذ بنظر الاعتراف فقط الأولى، أما إذا عندي مجموعة ثانية وثالثة آخذ الثانية هي بنظر الاعتبار، ما لي علاقة بالثالثة، وإذا كان عندي ثالثة بس آخذ بنظر الاعتبار الثالثة. فهمتك، بس الثانية عندي أولى وثالثة، فراح أمشي على بس أولى. ليش صار نعم. عندي ثلاث مو عندي، مركب؟ لو نجي على الأولى سي اتش 3 كم موقع أرسو أكو بصف فارغ؟ اثنين يمينه ويساره فارغات، والبارا ايضا هم فارغ، فصار عندي ثلاث مركبات. دكتور نعم. دكتور، بس المثال الأول هسه هاي بهذا السلايد، هنا مو مجموعة متشابهة؟ متشابهه من يا مجموعه ذني الثانيه مجموعة ثانية. وين؟ اورثو بارا. لو اخذنا، لو اخذنا ومتناظره، لو اخذنا السي ال فوق او اخذنا الجو نفس الاحساب. زين ليش كل رسمنا بس رسم واحد؟ هو رسم واحد بس مين بالعكس يطلع نفسه واحد متناظر، هاي بنتي خلي الان او تو جوا يعني بس من أربع مرات؟ من الفرق الفوق عن الجوا. لا متناظر سوى أربع نواتج. شلون؟ إذا مو متناظر السياق. إذا مو متناظرة تعتمد على النواتج، مثل ما اعطينا إذا مو متناظرة أعطيتكم أمثلة هواية غير متناظرة، هاي الأمثلة كلها قدامك غير متناظرة. دكتور بلزحم بس المثال الأخير ضمن كتيبه. المثال الأخير أهم شيء الطالب من يشوف فريدلكرافت لازم يركز على موضوع الرياجنت، يركز على موضوع الرياجنت. هنا عندنا فريدلكرافت الكليشن، عنده هاليد الكيل، بحال هاليد الكيل ثانوي، إذا كربون كاتاين حيتكون ثانوي، فلازم يجرب يقدر يسوي تيرشري كربون كاتاين بالري ارينجمنت. نعم قدرنا نسوي تيرشري كربون كاتاين، هاي انت سويها، انت سوي حتى تتعلم. انا اعطيتك ايضا بنفس الوقت يباوع ما هي الجروبات، الكيتون هو جروب رقم اربعه، السي اتش 3 جروب رقم واحد، فاذا كان الاولويه للميجر برودكت دا اكد على ميجر برودكت، اكو ماينر بس ما اريد انا بالامتحان، اريد فقط تكتبوا لي الميجر بما انه عندي. دكتور نعم دكتور، هسه عندنا ميجر والثاني،
انت تقول اذا عندنا مجموعتين وظيفتين احنا نعتمد على الاقوى، بس انت من عندنا مجموعه اولى ومجموعه ثانيه جاي ترسم اربع ستراكشرات، ليش؟ ياهم عندهم يا مثال، اعطيني مثال سويت اربع قبلها مثال كان عندنا مجموعه اولى ومجموعه ثانيه. ما عندي شيء اربعه. لا دكتور رسمت اربع ستراكشرات. اربع ستراكشرات مثال بس لا تطلع 22 هسه هذا دكتور مثلا سي اتش 3 و او اتش. هذا اثنين من نفس المجموعه. مجموعه يعني اولى. اثنين تؤخذ بنظر الاعتبار. لو عندك مجموعه من نفس الصنف، مجموعه ثانيه وما متنابره، اثنين تاخذيه بنظر الاعتبار. اذا عندك اثنين من المجموعه الثالثه، اثنين تاخذين بنظر الاعتبار، ماكو واحد احسن من الاخ. اثنين توجه. تمام. اعيد اعيد. اذا طلاب عندنا اثنين من نفس المجموعه وغير متنابره، اثنين تاخذ بنفس الاعتبار. اذا عندي اثنين من مجموعه رقم اثنين، اثنين تاخذها بنظر الاعتبار. اذا عندي مجموعه من مجموعه ثالثه ومجموعتين على الرينج وغير متناظره، اثنين تاخذ بنظر الاعتبار. دكتور؟ نعم. دكتور بس روح على اخر مثال. اخر مثال مال فريدريكرافت. اي دكتور هي فريدريكرافت. دكتور انا قبل المحاضره حاولت احله، هنا احنا مو عندنا اربع ذرات كربون، الذره الثانيه اللي هي مرتبط بها البي ار، مو هنا راح يصير اشاره الموجب؟ صحيح احسنتي. اي والذره الثالثه اللي هي الذره الثالثه هي التيرشري. لا 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 لا، مو شلت البي ار، مو شلت البي ار. اي اي وخليت اشاره موجب. انقلي السي اتش 3 من الذره المجاوره لها، انقليها عليها، حيصير عندك حيصير ايش حيصير ايش حيصير عندك تيرشري. السي اتش 3 انقليها، عفوا مو السيت، انقلي الاتش، الاتش مالتها انقليها انقليها، حيصير عندنا يصير عندنا تيرشري كربون كتير. دكتور انا ما عندي اتش، عندي بس الذره الثالثه اللي بصفها بها سي اتش 3 ما بها اتش. هسه لو هاي الاتش مال هاي باعي بتي. اعيد كتبوا كتبوا طلاب، هاي اعيدها سي اتش 3 سي اتش بي ار سي اتش سي اتش 3 سي اتش، هاي اثنين سي اتش 3، هاي اثنين سي اتش 3، بعد اتش اكو بعد واحد اتش، انقلي الاتش بمكان مال سي اتش 3 هذني، انقليها بمكان البوزيتيف. عرفت شلون تسوين؟ لا اعيد، اكو اتش وماكو هذني سي اتش 3ات الطرفانيات، ماكو بعد اتش ذره الكربون بعد بها اتش ما كاتبها اني. ايه صح لو غلط؟ ايه ايه ايه، نقلي هاي الاتش على ذيك يصير عندنا تيرشري، يطلع عندك هذا الرمز مال هذا المركب اللي بدنا نعوضه. انقلها للذره الكربون الثانيه اللي بيها موجب؟ لا شلون، مو قلنا ننقل اما سي اتش 3 او اتش، مو حكينا فننقل الاتش، نقلي الاتش على يصير عندي تيرشري. صح؟ صح لو غلط؟ ايه هاي اتش. لا صح. لا خل انطي امثله بس، خل اسوي دقيقه واحده بس. وين من التبريز؟ ممكن خلينا بيها مجال انطيكم الامثله، من خلال الامثله هم حنحلل وتحلوه حتى تعرفوا انتم وين عندكم الديفكت. هذا ما يطلع عندكم سلايد جديد، يطلع عندكم سلايد جديد لو اشيره لازم. لا ما يطلع. ماكو دكتور. هسه اشيره. وان مينت بليز. هسه اشيره. لازم اشيره. ما ادري الشير عندي ليش، ما ادري الشير.
دقيقة واحدة. طيب بس خلي شايف ما ادري الشير عندي هذا. ما ادري تشوفون هذا السلايد طلاب؟ ما ادري تشوفون؟ طلاب احد يجاوبني رجاء. لا لا دكتور ما طلعتكم اي شيء؟ لا دكتور. يمكن لازم أغري ذاك. إيه لازم أغري. إيه أوكي أوكي طلاب. لازم أغريكم واحد واحد بس ون من التبتيس. بس أغريكم واحد واحد حتى ندخل. بس شوفوا الشير عندكم هذا. الشير عندكم طلاب. المجموعة الأولى. اي ظهر دكتور. نعم دكتور طيب. لازم بقي لازم ألغي كل المجامع. يلا. والله الـ FCC أحسن من هذا ألف مرة. لازم ألغي كل ال... طلعتكم مجموعة ثانية طلعتكم؟ بعدكم؟ هسه أشيركم. هسه 1 مينت. المجموعة الثانية طلعت عندكم مو صحيح؟ هسه طلع هسه طلع مو صحيح؟ والله مشكلة. المجموعة الثالثة تشير عندكم مو صحيح؟ على ما تشير. اي طلع دكتور. جيد هسه هسه المجموعة الرابعة. بس شير بس 1 مينت. شير المجموعة الرابعة شير عندكم ولدي؟ اي والله هسه المجموعة الخامسة الأخيرة. المجموعة الخامسة دقيقة واحدة. اوكي. هسه تشير عندكم كلكم طلاب مو صحيح؟ نعم طلاب كلكم تشير عندكم رجاء؟ نعم دكتور. نعم دكتور. هذا مثال. هذا مثال اريد تحلوها. بعض الطلاب دا اكد على ميجر برودكت. What is the major organic obtained from the following reaction؟ عندي في التفاعل هو تفاعل تلوين بنسوي نايتريشن انطاني يا ناتج من هذين النواتج الأربعة هو الصحيح. رجاء اكتبوا لي على الشات حتى أباوع إجاباتكم رجاء. رجاء سد الهاي مالتك المايك حتى أباوع. اكتبوا لي طلاب رجاء اكتب لي. جيد. الكل خل الشارك رجاء. الكل خل يشارك مو بس مجموعة واحدة الكل يشارك. جيد صحيح. ليش اختارينا طلاب؟ خلينا نحلل. ليش اختارينا ثاني؟ لو باوع التفاعل عبارة عن تفاعل CH3 مع بنزين، إذا CH3 هي الجروب اللي لها التوجيه. انباع هو نايتريشن. ما هو النايتريشن؟ هو NO2. وين يتعوض؟ يتعوض بمكان الـ H إما أورثو أو بار. أنا مختار ميجر برودكت واحد هو الأورثو، هو موقع بالمركب رقم 2. اذا هو لا هو NH2 ولا ولا ممكن اعوض ال NO2 بمكان ال CH3. احنا نعوض ال NO2 بمكان ال H، مو مثل المركب رقم 4 تعوض ال NO2 بمكان ال CH3. فالبي هو الصحيح. احسنتم ممتاز. دكتور ليش ما عوضت حسب الطلاب؟ هذا حسب اللي جاك بالكوز. أنا ما جايب لك 2 ميجر، مطيك واحد أنت تختار الجواب الصحيح. الجواب الصحيح هو رقم 2، الـ NO2 تعوض في موقع أورثو، مو أنت دا تحل. أنا دا أقول لك
اختاريت لك واحد من الميجر برودكت، هو ثلاث يطلع لنا بعد بار، يعني مو دا نحلل، هذا مالتيبل تشويس. طلاب واضح طلاب؟ خلينا نروح على المثالث. خلينا نروح على المثالث حتى نقدر نحن اكثر. اخذوا سكرين شوت، اخذوا سكرين شوت رجاء، اخذوا هذا الامثله خلوه يمكم، اخذ له صوره. هذا مثال فريدر كرافت. What is the major organic دأكد على product obtained from the following reaction. أيضا عندي نفس المثال، هو تلوين CH3 عند فريدر كرافت الكليشن. يا مركب من هذين المركبات هي والمركب الصحيح. جابوني طلاب رجاء، خل أبا أجوبتكم. طلاب رجاء جابوني يا هو الصحيح. طلاب جابوني. ليش بقيت الجروبات ما تجاوب؟ بقيت الجروبات رجاء جابوني طلاب. جيد، يعني مو الكل جاوبت صحيح، بس خلينا نحلل. ايضا نروح بنظر انباوع اربع مركبات تكونت عندنا. اربع مركبات الطالب باع طلاب، حعلمكم طريقه بالمالتيبل تشويس. بالمالتيبل تشويس طلاب تجي اربعه او خمس يعني اختيارات، بس على اكثر تجي اربعه. الخمسه اصعب. اكو اختيارين هذا 100% غلط. اكرر. اكو اختيارين من هذن الأربعة هذن 100% خطأ، ما ممكن يكونون هذولا. لو نباع المركبات الأربعة، مركب رقم واحد ايش دا يعوض؟ دا يعوض السي ال، فأكيد هذا غلط. لو نباع فريدي كرافت، كم ذرة كربون عندنا يا طلاب؟ كم ذرة كربون عندنا؟ عندنا أربع ذرات كربون بالرياجنت مالتنا. حسبوها 1 2 3، بغض النظر شلون أنت حليت، بس دعلمك طريقة. يا لازم اذا النواتج مالتنا، لازم الناتج مالتنا باربع ذرات كربون. لو نباع مركب رقم أربعة الناتج مالتي الى الاعلى كم ذرة كربون؟ متكونة عندنا 3. فاذا المركب رقم 1 و4 خطأ 100%. من هي المركبات بها اربعة نباوعها؟ حنباوع رقم 3 الكين دي يتكون عندنا، وهذا مو صحيح. اذا مركب، اذا فريد الكرافت دي يتولد عندنا هو من نوع التيرشري، لان هذا الديهايد هاليد الكيل تيرشري، فما يحتاج اي ريجمنت. اذا مركب رقم 2 هو الصحيح. اذا مركب رقم 2 هو الصحيح. اعتقد قسم اغلبيه جابوا، بس قسم جابوا 4 وقسم جابوا يمكن رقم 3، قله قليله كلش. مركب رقم 2 هو الصحيح. نروح على مثال اخر. تشوفون هذا المثال؟ بس أو بس حلوا لي فوق. What is the role of ARCS in Friedecraft acylation using acid chloride؟ الـ ARCS شنو دوره؟ شنو الرول مالته هذا؟ شنو دوره طلاب؟ عندنا لويس أسيد، الكتروفايل، بيز، نيوكليوفايل. يلا طلاب جاوبوني. شنو دور؟ لويس أسيد. لا تجاوب، لا تجاوب تحكي لي، جاوب لي هاي. بلش اسمه حباب. جيد جيد تمام دكتور. تمام، رجاء لا احد يجاوبني بالمايك. اذا الجواب الصحيح هيك حتجي الاسئله ولدي، ترى مو اصعب من هاي. اذا هو لويس اسيد، احسنتم، بارك الله بكم. جيد جيد، نحل بعد مثال اخر همين. المثال الثاني الورا دا تلاحظوا، اكرر طلاب اخذوا صور للامثله رجاء. Which of the following set of substituents are all orthopara direct in electrophilic aromatic substitution reaction؟ ياهو من هذني كلهن الاختيارات A B C D كل المجاميع الموجودة توجه orthopara. جابوني طلاب. جيد ممتاز، قسم جابون 90% صح.
لا مو البي، لا مو البي، صحيح السي. ليش السي طلاب؟ السي صحيح. ليش السي؟ لان لو نحلل اول واحد بي سي او سي اتش، السي ان ما توجه اورتو بارا، الاي السي ان توجه ميتا، البي السي دبل بوند او سي اتش توجه ميتا، السي السي ار والاو اتش والسي اتش توجه اورتو بارا، فاذا السي هو الجواب الصحيح. هذا ترو اند فولس، هذا مثالين ترو اند فولس. ما حش انت اقرا، انت اقرا وانت جاوبني يا هو الجواب الصحيح بالنسبه لاول مثال. لما ذا بيس سيكونس هذا تفاعل بي تو سيكونس حتى يصير الناتج النهائي. ايش حتجي الاسئله طلاب؟ هذا هل انه هذا المثال الاول هذا السيكونس هو الصح لو خطا؟ اريدك تجاوبني صح لو خطا. لا لا مو صح، يس اور نو طلاب، هذا مو هذا مو حل، مو حل ترو اند فورس طلاب، هذا مو حل طلاب. المثال فوق هذا فوق ما لك علاقه بالامونج، ما لك علاقه بالامونج، هذا غير مثال حطك اياه. هاي ثلاث امثله، ثلاث امثله ترو اند فورس. هذا الرياكشن ذا بيس سيكونس ان ويت كاري اوت ذا فولوينج رياكشن. السيكونس الاول تفاعل بي ار 2 مع، وبعدين ورا ما يطلع الناتج يروح يسوي تفاعل وير اتش 2 اس او 3 حتى يعطيني الناتج النهائي. مع التفاعل الاول صار بين البي ار 2 اي ال، وبعدين سوينا ورا الناتج ما طلع لي سويت تفاعل ثاني ضفت اتش 2 اس او 4 وير اس او 3 طلع لي هذا الناتج. انطيني هذا التفاعل ترو لو فولس. يلا طلاب جاوبوني، لا تعطيني، لا تصلح لي ترو لو فولس، بس اريدك تجاوب ترو لو فولس. قليلين دي يجاوبون. يلا طلاب بقية شاركوا رجاء. لا طلاب اللي جاوب فولس هو الصحيح. ليش فولس طلاب؟ رجاء التفاعل الاول هو تكوين تفاعل البنزين، تفاعل الاول تفاعل بي ار 2 باي ال بي ار 3 المنيوم برومايد، هو تفاعل تكوين برومو بنزين. البي ار وين يوجه؟ اورثو بارا يوجه ميتا الاس او 3 اتش. هذا هنا وين وجه البي ار؟ بهذا الناتج من تفاعلين الناتج وين توجه؟ توجه ميتا، مو صحيح. المفروض كان يوجه لو اورثو لو يوجه بارا. فاذا التفاعل هذا فورس، هذا التفاعل فورس مو ترو. طلاب تنتبه رجاء طلاب، هذا التفاعل عباره عن ممكن اعيده هيش حتى تجي الاسئله طلاب. هذا التفاعل عباره عن بنزين تفاعل بخطوتين، تفاعل بخطوتين حتى اعطاني هذا الناتج. ده يقول لي هاي الخطوتين اعطتني هذا الناتج صحيحه، الناتج صحيح لو خطا. الخطوه الاولى برومينيشن، الخطوه الاولى قال لك اياها بي ار 2 مع الالمنيوم برومايد تكون برومو بنزين. هذا البرومو بنزين تفاعل مع سلفونيشن، المفروض البي ار يوجه اورثو بارا وليس وجه ميتا، اذا هذا الناتج خطا. واضح طلاب؟ دكتور العفو. نعم. يعني اعتمدنا على التوجيه؟ لا شلون؟ هذا التفاعل بدي اكتب لك الخطوه الاولى موجود فوق على السهم، عباره عن بي ار 2 مع الومنيوم برومايد. هيك حتجي الاسئله طلاب، احنا مو اعدادي احنا كليه. تكون عندي برومو بنزين ما اعطيتك اياه. الخطوه الثانيه تفاعل برومو بنزين مع سلفونيشن حتى اعطاني الناتج. هل ان الناتج من هالتفاعلين اعطاني صحيح حسب السيكونس؟ لو لو طلاب زين انا حسأل سؤال، لو السيكونس قلبناه، اكتب انت لنفسك لو السيكونس قلبناه سوينا السلفونيشن اول شيء وبعدين سوينا برومينيشن، التفاعل صح لو خطا؟ اكتبوا لي على الشات
أعيد، لو قربنا السيكونس، لو كان أول شيء فعلنا سلفونيشن بعدين سوينا برومينيشن، التفاعل ناتج التفاعل هذا صح لو خطأ؟ كتبوا لي على الشات طلاب، جابوا لي طلاب حبابين صح. صح احسنتم احسنتم. اذا ترو لو قلبنا السيكونس صحيح، ممتاز، عاشت ايدكم، الله يريح قلبكم. بعد طلاب خلينا نكمل بقيه الامثله. عندنا هذا مثال دكتور، عفوا، انتم عندكم محاضره وراي حتى لحق اعطيكم مال الحضور. Among the following groups 2 3 and 5 are meta directing. جروب رقم 2 ورقم 3 ورقم 5 meta directing، هذه العباره صح لو خطا؟ ده يقول 2 و3 و5 meta directing. جابوني طلاب حتى ادز لكم الرابط لانكم محاضره بعدي يمكن. يلا طلاب، المثال الثاني ترو لو فالس؟ المثال الثاني اقول سؤال زي طلاب رجاء. Among the following رقم 2 ورقم 3 ورقم 5 ترو لو فالس طلاب؟ ترو لو فالس؟ لا ترو، صحيح اللي كده بترو، صحيح ترو. ليش ترو طلاب؟ لان ثلاثه توجه الميتا. لو قايل واحد واحد معد مختار رقم 2 مثلا يوجه ميتا يصير فورس، ترو العباره صحيحه. بعد كان اكو اسئله حرامات. ريبريزنت انترميتنت ذكتروفيك ناتريشن اوف تيرن از شون بلو، هاي صح لو خطا طلاب؟ هذا الرسم، هذا الرسم اخر مثال، هذا الرسم ترو لو فورس؟ يلا كتبوا لي طلاب اخر شيء بالمثال، ترو لو فورس طلاب؟ صحيح صحيح. ليش فورس طلاب؟ من يريح قلبي يقول ليش فورس؟ لا مو ترو، فورس. ليش فورس طلاب؟ دكتور لازم نكتبها ثري وارثو. انت شو اسمك؟ زينب حبابه. ايه عاشت ايدك يا ورده. شكرا دكتور. لان CH3 اورثو بايو هي اخذ صوره، اخذ صوره، اخذ صوره، هاي لكم، هذا اخذ صوره لاخر اسئله. لا تجاوبوني، اخذوها بس خلكم لما نلحق حجز لكم الرابط مال حتى الرابط يقفل بعد نص ساعه. نص ساعه فقط لكم تجاوبون من 12 ونص الى الوحده. حجز لكم الروابط، الرابط مال هم هو حضور حيكون وهم حيكون هاي حجز اول مجموعه. بس رجاء اللي يطلب بس يتاكد لي انه قدر يدخل عليه. هاي المجموعة الثانية دزيت الرابط، هاي المجموعة الثالثة، هاي المجموعة